خبير النفطية السيد حيدر البطاطا، أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني بداية، بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى تركيا، ألا ترى أن تركيا بدأت تماطل بموضوع استئناف الصادرات النفطية إليها من العراق؟ تفضل. حياكم الله وحيا قناتكم المحترمة. شكرا لك. كنت أتمنى أن يكون زيارة يتصدرها أو أهم شيء في بنودها هو زيادة الحصص المائية في الحقيقة، صحيح أنا نفطي والنفط واقتصاد، ولكن الوضع الآن المائي في العراق، الجفاف والموت الذي يحيط بالبشر من خلال التلوث نتيجة قلة المياه وشحة المياه، كنت أتمنى أن يتصدر هذا المياه وملف المياه مع تركيا، ولكن نعود إلى الملف مالكم اللي فاتحين بهذا الخصوص. في الحقيقة انه المفاوضات اللي تكون الان ما بين العراق، حكومه العراق وحكومه تركيا، تكون حسب المفاوض، المفاوض العراقي والمفاوض التركي، منو يملك اوراق اكبر وضغوطات اكبر للحصول على مكاسب اكبر. الان تركيا جاي تضغط بسبب انه يعني تدري التصدير وسوق اوروبا، ولكن العراق عنده هواي اوراق بيده يمكن ان يضغط بها يحصل اللي يريده بالنسبه للنفط، وكذلك حتى استخدامات المياه. اولا احنا بالنسبه للكميه الان المقرره ان حسب اوبر يعني اسمه الموانئ الجنوبيه تكفيها وتزيد يعني كلش كافي الموانئ، فهالاستعجال وهال يعني الاهتمام بالموضوع بحيث يعطي انطباع عند المقابل احنا محتاجينه، هذا انا اشوفه مو شيء صحيح. أن يكون العراق الآن مسيطر، عندك أنت الكمية مالتك يا دوب تكفي أنه تصدرها على الجنوب. إذن المسألة كلها تعتمد على حنكة هذا المفاوض اللي رايح ده يتفاوض، وناسي مثل ما ذكرت جنابك موضوع المياه اللي هي أشد من تصدير النفط، ممكن أنه نصدره من غير مكان. طيب أستاذ يعني لا نعم يعني هل صحة المواطن العراقي وجفاف وموت الثروه الحيوانيه جاي نعاني امور صعبه، كثره الامراض من وراء هاي الملوثات، مو مهم المهم يعني الامور الاقتصاديه، بس كون ننجح بالامور الاقتصاديه يكون عندنا مفاوض يعني يعرف شلون يستخدمه. يا هسه يكون هم من يروحون الى تركيا اولا يبينون التركيا احنا عندنا بدائل كثيره، احنا نقدر نصدر عن طريق الجنوب، نقدر نفتح خط عن طريق السعودية، عن طريق سوريا، عندنا أربع خطوط عن طريق سوريا نعيدهن. فمن يسمع أبو تركيا أنه راح شوية يصير عنده رد فعل، لأنه راح يخسر، هو الخسران، هو راح يخسر أكيد. أستاذ حيدر مالية. أستاذ حيدر يعني بالمقابل إحنا عندنا بدائل، هل تركيا لديها بدائل عن العراق يعني في حال تعذر استئناف الصادرات؟ لا طبعا، هو احد مصائر، اذا خسرت العراق خسرت. احنا حبيبي استاذنا العزيز الخط مالنا، الخط الطاقه التصميميه مالته قبل ان يتوقف 1,600,000، يعني تدري اذا مثلا هم ايش يقولون يريدوا الرسوم، على مود الرسوم كانوا يحصلون من كردستان رسوم اكبر، ولكن كانت الكميه قليله. فاحنا اذا المفاوض العراقي يقول له يابا اذا اتفقنا ويا صارت اتفاق ما بين الحكومه العراقيه نزود الكميات، وبالتالي هسه شلون انت عندك خمس قطع تريد تبيعهن على 2,000، 2,000 في 12 تحصل، بس اذا عندك مثلا بمكان الخمس قطع عندك 100 قطعه اضربها في 1,000، اقل رسوم بس في 1,000، بالتالي انت راح تحصل 100,000، وين ال 10,000 وين ال 100,000 بزياده الكميات. هم يقولون زود الكميات، ولو انا اقول لك انه سوق اوروبا هو يعتمد على النفط الخفيف. اما النفط العربي بشكل عام، النفط العراقي هو متوسط والثقيل. هذا يشتغل ازيد شيء سوقه 80% او اكثر من 80% في اسيا، الصين، الهند، باكستان. طيب ليش ما ننقل نفط جيهان الى الاستخدام الداخلي ويتم تعزيز الصادرات يعني الى اسيا واوروبا بدلا من تركيا مثلا؟ المفروض انه جميع النفط مال كردستان يستخدم بالداخل، والنفط مال البصره مال العماره هو اللي يصدر وتنحل المشكله. بعد ما ادخل خاف ما تصير بها مالتي ومالتك، هي هاي اللي تخوف.
ها اكو اذا معناته اكو فد امور اخرى يعني يعني غير مخفيه ما نشوفها، والا احنا ما نستعجل، احنا نضغط، احنا خليهم هم يجوني. اذا اجالك التركي هو يريد يفاوض، انت راح تكون القوه له، مفاوض العراقي يظهر البدائل مالته. وثانيا مثل ما قلت لك، هو سوق اوروبا يعتمد على النفوط الخفيفه، واللي هنا عنده مو ذاك الكميات، يعني 20% شوي اكثر اقل من هاي الكميه، فمو مهم مثلا. وتدري انت اصلا يعني اوروبا كلها هسه احنا نريد نمد ونريد نهتم بيها. اولا هي عندها قانون 2030 صفر كربون. لذلك هسه الان كثير من بناء مصافي جديده ماكو، المصافي الموجوده عندها تحولها الى اسيد فكتها، واذا اريد يسوون فقط على الخفيف صديق للبيئه. فاحنا سوقنا كله في اسيا، لازم احنا مسيطرين. استاذ حيدر، احنا نستغل وجودك ونسالك بسؤال اخير، يعني قانون النفط والغاز، يعني هل سيسهم في انهاء الاشكاليات والخلافات بين المركز والاقليم؟ حقيقه اخي العزيز، احنا القانون اللي هسه احنا خالصين البرلمان ونريده يشرع، والقانون احنا عندنا قانون، يعني كل القوانين هي اكثر القوانين على اللي قبل 2003. احنا عندنا قانون النفط والغاز حماية الثروه الهيدروكربونيه اللي هو شو اسمه 84 لسنه 85. هذا القانون في الحقيقه اذا تم الاهتمام به والعمل به كلش كافي، هو موجود كامل، يعني ينظم. هو شنو القانون؟ هو القانون اداه يعني ينظم العمل ما بين المركز والشركات، ما بين الحكومه والشركات، الحكومه والحكومات الاخرى، يعني هو هذا القانون، هو تنظيم عمل. فهذا موجود اصلا قانون 84 لسنه 85 متكامل، وبي اصلا اذا طبق احنا بخير، يعني من ضمن اولا هواي من حرق الغاز ممنوع به، يمنع حرق الغاز. من ضمن هذا القانون اهم شيء صحه الانسان، يعني حرق يعني صحه المواطن، إذا تعارض ويا صحة المواطن يعني يحاسب الشخص المقصر. بهذا القانون إذا تضرر المكمن، مثل ما جاي يصير هسه الضغوط من 47 صارت 9 و10، يعني يحاسب المقصر. أكيد. هواي أمور بهذا القانون وموجود وكامل نعمل به، أو شوي نعدله ماكو إشكال. نعم. بس الآن إحنا القانون وباشر القانون كأنه ما فد شيء. يعني يتمسكون بامور بسيطه لعرقله استمرار العمل وعدم محاسبه المقصرين في الحقيقه. نعم استاذ حيدر البطاط الخبير النفطي، كنت معنا وعلى الهواء مباشره، شكرا جزيلا لانضمامك.